ماذا خسرت المصارف اليمنية الأهلية وخاصة كاك بنك وهل أثر النزاع المسلح على تلك القطاع؟ كنا بالتأكيد أن النزاع المسلح أثر على القطاع المصرفي السامة، أثر على جميع القطاع كلها، وأدى ذلك إلى سحب كثير من ودائع العملاء، وبسبب أيضا عدم قدرة البنك المركزي وعدم قدرة الدولة على دفع مرتبات أدى إلى الناس إلى سحب مدخراتهم اللي كانت في البنوك. الآن المشكلة أصبحت عندنا هي في توفر الكاش، في توفر الكاش، وهذه المشكلة الأساسية، حيث أصبح البنوك تعاني من شحة في الكاش، حيث أصبح في الكاش تركز الآن في السوق السوداء عند الصرافين وعند كبار التجار، بحيث أنه أصبح المبالغ الكاش أو المبالغ داخل البنك، يعني ممكن أعطيك أنا مليون صرافي بيتعاملوا بهذا المعنى، يعني أن في 10% فارق ما بين المبالغ اللي موجودة داخل البنوك وما المبالغ الكاش. وأيضا تأثر في سعر العملة، سعر العملة الآن يقول لك الآن بيبيع لك العملة ب 360 365 إذا كان هذه المبالغ مقابل الدولار كاش، بس إذا بتعطيه شيك من بنك بياخذ منك 420 ريال، يعني في 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 في, في فجوة في السعر. نتمنى أن البلاد بحاجة إلى حل سياسي قبل ما في الحل الاقتصادي، حل سياسي. كم عدد البنوك اليمنية التي أرنست وأغلقت نتيجة حرب الدائرة في اليمن؟ إلى حد الآن ما بيش أي بنك أفلس أو غلق، إلى حد الآن البنوك كلها دائما بعملها وكذا، والحمد لله. ونتمنى يعني إنه لا يظهر أي خسارة لأي بنك، لأن أي خسارة لأي بنك يؤثر على المنظومة المصرفية في البلاد كاملة. طبع عملة جديدة في روسيا، هل فاقمت من أزمة تدهور الريال اليمني وكيف أثرت؟ يا سيدي الكريم، عندما تقوم بطبع عملة وما بيش عندك تغطيل لها، عندما ما بيش عندك لها تغطيل، فهذه بالتالي بيأثر على سعر العملة. يعني تخيل أول ما وصلت المبالغ لعدن ارتفع السعر، كان الدولار مقابل الكاش من 360 ل 390 وشوية أول ما وصلت. فبالتالي لابد أن تكون العملية مدروسة، لابد ما يكون تغطية معها بالدولار، أما الطباعة بدون تغطية فهذا بيدين رفع السعر، هذه بالتأكيد. وسط الحظر القوي منذ أكثر من عامين، كيف يتم التعامل مع البنوك الخارجية خاصة نقل الأموال؟ كنا في السابق كنا نقوم بنقل الأموال عبر شركات الطيران، شركات الطيران الإماراتية أو طيران الخليج، إما للبحرين أو للدمام. فبالتالي كان المبالغ اللي توصل لليمن من عملة صعبة بالذات من مقابل بالذات الريال السعودي اللي كانت تم تنقيله والإماراتي، يتم نقله وجلب بدل الدولار أو إيداعها في حسابات البنوك في الخارج. طبعا تأثرنا احنا في الأزمة هذه. بكلمك أنا عن المنتج السريع، المنتج السريع عندنا بيننا وبين الخليج كان تصنع حوالات شهريا ما يقارب 60 مليون دولار. المنتج السريع هذا وهي عبارة عن حوالات بيننا وبين السعودية رأسا، يعني مثل الحوالات الذي بتم في البريد أو في الكريمي، يعني في نفس الوقت، يعني في نفس الثانية أول ما تتم الحوالة في السعودية يسلمها صاحبها هنا. فكان قلت لك مقدار حوالات يوصل إلى 60 مليون دولار شهريا. اتقفل المنتج السريع هذا بسبب الحرب هذه وأسباب أخرى سياسية، هذه حرمت البلاد وحرمت مش البنك الزراعي، حرمت البلاد كامل، يعني من مبلغ فوق 700 مليون دولار شهريا سنويا كانت تصل لليمن. فحالنا من حال المصارف الأخرى بسبب الحرب، كثير من التحويلات المالية للشركات النفطية وشركات الاتصالات وشركات التأمين كذا، يعني إن لم تكن قلت بنسبة 80 أو 90% فبعضها انعدم تماما. فبالتالي نشكو الآن من شحة وصول الموارد الصعبة، العملة الصعبة للبلاد، وهذا سبب رئيسي من أسباب ارتفاع العملة.